يحتاج الزائر في قصره إلى 24 ساعة ليتفقد كل حجرة لمدة 30 ثانية فقط. أنتجت له شركة سيارات شهيرة سيارة بمواصفات خاصة. تزداد ثروة سلطان بروناي بمقدار 90 يورو في الثانية. لا يأكل إلا بملاعق الذهب. حلاقه يأتيه خصيصاً من لندن. أغنى رجل في العالم سلطان بروناي، السلطان حسن البلقية، معز الدين وعد الله، يعد البلقية من أغنى أغنياء العالم، وتصل قيمة ثروته الصافية نحو 20 مليار دولار. ولد البلقية في عام 1946 وتلقى تعليمه في ماليزيا وبريطانيا. تولى العرش في 1967 بعدما تنازل والده الحاج عمر علي سيف الدين عن العرش، وإلى جانب كونه سلطان تلك الدولة وهو رئيس الوزراء في نفس ذات الوقت. البلقية هو السلطان 29 لتلك السلطنة، وولي عهد الأمير المهتدي بالله البلقية، وهو نجله من الملكة صالحة. هي إحدى زوجاته الأربعة. لا يأكل إلا بملاعق مصنوعة من الذهب. ملابسه التي يرتديها مطرزة بالذهب والفضة، حيث يعد واحدا من أفراد العائلة الحاكمة الأكثر ثراء في العالم. يتمتع حسن بلقية بأكبر وأفخم قصر في العالم، قصر ستانت نور الإيمان. يقع القصر على ضفاف نهر بروناي في جنوب العاصمة بندر سري بكاوان، ويتكون القصر من 1788 غرفة، تحوي كل غرفها في طياتها مقتنيات نفيسة مرصعة بالذهب والألماس، بالإضافة إلى 650 لوحة فنية. يحتوي القصر أيضاً على 257 حماماً وخمسة أحواض سباحة وإسطبل يسع لمائة حصان ومسجد كبير وجراج يتسع إلى 110 سيارات، حيث يحتاج الزائر إلى 24 ساعة ليتفقد كل حجرة لمدة 30 ثانية. يمتلك البلقية سيارة مرصعة بالذهب الخالص، وهي من طراز بوينغ 400.747 مفروشة بأثاث مطلي بالذهب. ويمتلك أيضاً 531 سيارة مرسيدس بنز، 367 سيارة فيراري، 362 سيارة من نوع بنتلي، بالإضافة إلى 185 سيارة من طراز بي أم دبليو، و 177 سيارة جاغوار، و 160 سيارة بورش، 130 رولز رويس، و 20 لامبرجيني. يبلغ إجمالي عدد السيارات التي يمتلكها نحو 1932 سيارة. كل هذا بالإضافة للقصر الطائر، وهي الطائرة الخاصة بالسلطان والتي تبلغ تكلفتها 260 مليون دولار. دفع السلطان حسن بلقية نحو 25 ألف دولار حتى يأتي حلاقه الخاص به من لندن إلى قصره لكي يقص له شعره، كما استأجر جناحاً خاصاً على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية لينقل الحلاق من لندن إلى قصره في بروناي، وقد طلب قمرة خاصة ليعزله عن بقية الركاب بهدف حمايته من إمكانية التعرض لمرض إنفلونزا الخنازير. كان سلطان بروناي يوزع ذهباً كل عام على شعبه وهو راكب على الفيل، ولا توجد ضريبة على الشركات أو الأشخاص في بروناي. يرفض البلقية المثلية الجنسية، وبتر الأطراف عقوبة للسرقة والجلد على الملأ عقوبة كل أم تحاول إجهاض طفلها. الرجم حتى الموت هي عقوبة المجاهرة بالمثلية في سلطنة بروناي. سلطنة بروناي أو مملكة الملاهي المسلمة. ظلت بروناي محمية بريطانية منذ عام 1888 حتى حصلت على استقلالها عام 1984، وتعد سلطنة إسلامية مستقلة تقع على الساحل الشمالي لجزيرة بورنيو في جنوب شرق آسيا. تبلغ مساحتها 5.7 آلاف كيلومتر مربع، يحدها من الشمال بحر الصين الجنوبي، ومن جميع الجوانب الأخرى ولاية ساراواك في شرق ماليزيا، والتي تقسم السلطنة إلى جزئين منفصلين، ويعد الجزء الغربي هو الجزء الأكبر ويضم العاصمة بندر سري بيغوان، ويبلغ عدد سكانها 415 ألف نسمة. تصل مساحتها إلى 5700 كيلومتر مربع. يتحدث أهلها لغات ثلاث، هي الإنجليزية والصينية والمالاي. تضم السلطنة عروقاً متعددة تنحدر جميعها من جنوب آسيا. تمثل نسبة المسلمين في بروناي نحو 78% من السكان، ونسبة المسيحيين 8%،
والبوذيين 7%. تصنف بروناي ضمن أغنى 5 دول في العالم بفضل احتياطاتها الهائلة من الغاز والبترول. فهل تعرف شعباً أكثر رفاهية من الشعب البروناي؟ أو تعرف رئيساً أغنى من رئيس بروناي؟